أنا الآن في ماسل، هذا شعيب أم مريخة، ما شاء الله تبارك الله، ماشي ما شاء الله، لا إله إلا الله. الثلاثاء 28/8/1441، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. هذه العبارة الصغيرة عند مفرق الحفيرة على طريق الرياض، ما شاء الله تبارك الله. 28/8/1441 عبارة تمشي، ما شاء الله يا حلوة، ما شاء الله تبارك الله يا رب.